مشاهدينا، نتحول مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لمجموعة أوبيك بلس على خلفية توافقها على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. دعونا نستمع. هي أنا أذكر الزملاء والأصدقاء من مختلف وسائل الإعلام بأننا سنتواصل معهم افتراضيا، ونريد أن نتواصل معكم، وأنا وجدت أنه لابد من الاستمرار في التواصل معكم، وستأنف الاجتماعات الطبيعية، وحينها سنجعل مثل هذه الأحداث تتذكر أكثر. أود أيضا أن أتشارك معكم كون العديد من أصدقائي وجدوا أهمية في أن يكون هناك رسالة نرسلها إلى العالم برمته، رسالة إشراك، رسالة وسطية واعتدال وحذر أيضا. ونحن كان لدينا سجل لنحتفي به فيما يخص كيف أن أوبيك بلس خلال العامين ونصف العام الماضية تجاوزت كل الأحداث الكارثية التي حصلت في العالم بدءا من جائحة كورونا، والآن نحن نمر بفترة فيها العديد من أشكال عدم اليقين التي جاءت في طريقنا، وهناك غيوم تخيم على العالم. وبطبيعة الحال نحن نعرف أنه بالتزامنا وانسجامنا في تبني المقاربات العديدة التي اتخذناها وبنيناها في أوساطنا ومن خلال التواصل فيما بيننا، علي أن أواصل تذكير أصدقائنا هنا أن مفتاح نجاح أوبيك بلس هو أولا وقبل كل شيء انسجامنا، وترون أنتم هذا يتجسد أمامكم. النموذج التشغيلي بسيط جدا، ونطالب المنظمات الدولية الأخرى باستنساخ نموذجنا، لأن سجلنا يظهر بأننا نجحنا وأن سجلنا كان ناجحا. نحن دائما اخترنا أن نتيقن بأن نكون منتبهين، وحتى نكون كذلك علينا أن نكون ثابتين ونتبنى سياسات استباقية، وهذا يعني أن نكون دائما نأخذ زمام المبادرة. إذن هذا مبدأ بسيط. كنا قد وجدنا أنفسنا ننشره ونتبناه، وهذا سمح لنا بأن نبقي سوق طاقة مستدام. وإذا قارنتم ما حققته أوبيك بلس بالمقارنة مع ما حاول الآخرون تحقيقه، أترك لكم الحكم والتقييم، وتتشاركون معنا تقييمكم وحكمكم الشخصي. وبطبيعة الحال الأمر لم يحدث بمحض الصدفة أو بسبب حظ استثنائي أو بأننا كنا فقط ممن حلفهم الحظ، لكن كان ذلك بشكل مدروس. ولا تنسوا أننا نحتفي بما حققناه، لكننا أيضا نؤكد التزامنا أمام المجتمع الدولي، وواصلنا في الالتزام أمام الاقتصاد العالمي، وسنواصل هذا الالتزام أمام المنتجين والمستهلكين. ومهما تكن الإجراءات التي اتخذناها أو التي نتخذها اليوم، ومهما تكن الإجراءات التي سنتخذها مستقبلاً،
نحن سنظهر لكم اليوم ولاحقا أن الأمور تحققت بنظرة قائمة على الانتباه إلى مطالب العالم وإلى التزاماتنا. نحن نفي بالتزاماتنا، سنواصل الالتزام وسنستمر في البرهنة على أن أوبك بلاس هي هنا ليس فقط لتبقى، وإنما لتبقى كقوة وسيطة لجلب الاستقرار وأيضا لتحسين وضع العالم وتحسين الاقتصاد العالمي. نحن أيضا ندرك بأن الشك يسم بعض تصرفات الناس. نحن لا نأبه فقط برفاهنا كدول وبلدان وكدول مصدرة للنفط، لكننا نقوم بشيء مهم جدا للدول الأخرى المصدرة التي ليست عضوة في أوبك بلس. وعلي أن أقول أيضا إن الدول المستوردة للنفط لها كذلك قسم من الإنجازات التي تحققت من خلال ما نتخذه، والأمثلة هي كالتالي: الطاقة هي مجال لا يمكن أن نحل تحدياتها ونواجهها في أسابيع. سوق العالم تحتاج إلى التخطيط الحذر والمنتبه والاستثمار الثابت، وكذلك الوفاء بالتزاماتنا في هذه الاستثمارات، وتحتاج التوجيه. ودون هذا الاستثمار لن ينجح، ودون هذا المستثمرون لن ينفذوا استثماراتهم، ودون هذا الانتباه وهذه النظرة قد يحدث هناك تعثرات في الاقتصاد العالمي. ولذلك هذا ما مررنا به في سلسلة الإمداد، وكذلك هذا تجسد في أسواق الطاقة. لدي شيء أعرضه عليكم، أنتم تعرفونني، أنتم معظمكم كنتم أصدقائي لبعض الوقت، وهذه الصداقة أنا أعتز بها وأفخر بها، لكنني أود أن أتشارك معكم شريحة. أنا أحب أن أتحدث عن أسعار النفط، ولا أجعل مسألة أسعار النفط مشكلة بالنسبة إلي، وأود أن أعرض عليكم ما الذي نجحت فيه أوبك بلس وما الذي أخفق فيه الآخرون. هل يمكن أن تنقر على الشريحة؟ أود منكم أن تنظروا إلى أسعار النفط. هذه مقارنة بين أسعار النفط في يناير من هذا العام، معدل أسعار النفط هذا العام مقابل معدل أسعار النفط في سبتمبر، وهناك 6%، وكذلك هناك نسبة 1%، وكذلك 11%، لكن انظروا إلى الباقين واسألوا أنفسكم من ينجح في تحقيق أهدافه ومن ينجز. وكما قلت، أنا سعيد بأن أكون محاطا بأصدقائي وزملائي، وبالتأكيد أمام الآخرين الذين ليسوا هنا، نحن أثبتنا بأننا مجموعة من الأشقاء، وسنواصل خدمة قضيتنا وبلداننا وشعوبنا، وبالتأكيد كما قلت وسأقول سنواصل التزامنا بأن نكون مشاركا عالميا ينجز ويفي بالتزاماته ويحقق إنجازات كما عرضت عليكم. إذا كان أي أحد من الزملاء يريد أن يقدم ملاحظات افتتاحية، إذا سمحتم لي سأتلقى أسئلتكم.
هادلي. شكرا جزيلا وتهانينا للجميع. شكرا جزيلا. أود أن أبدأ بسؤالكم، سؤالا سألته لبوتين قبل سنة عندما استخدم الطاقة كسلاح. هناك أشخاص في واشنطن والبيت الأبيض ينظرون إلى التخفيضات التي قامت بها أوبك بلاس ويرون أن هذه خطوة عدائية من أوبك بلاس، ويريدون أن يعرفوا لماذا هذه المنظمة التي يسمونها كارتيلا تتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأنا تحدثت إليك قبل أشهر وقلت إن لديك سياسة باب مفتوحة أمام متخذي القرارات في أوروبا والغرب. علي أن أقول لكم إن هناك رواية تأتي من الغرب حاليا وتفيد بأن أوبك هي مجموعة من الأصدقاء وهم يسمونها كارتيلا. هم يقولون إن أوبك تريد أن تبقي العالم رهينة كما فعل بوتين فيما يخص الغاز. شكرا. هذا مستفز جدا، هذا سؤال مستفز جدا، وبطبيعة الحال أنا سعيد بالإجابة عن هذا السؤال بجواب كبير. أريني أين هو مظهر العدائية فيما نفعله. الأمين العام تفضل. Your Royal Highness, back to your question. Yes, I did say we have an open door. نعم، نحن قلنا إن لنا سياسة الباب المفتوحة ونحن ننتظر من يدق على هذه الباب. هذا ما يمكن أن نقوله. وألم يدق أي أحد على بابكم؟ لأنه بهذه التخفيضات أنتم تعرضون السوق العالمية والاقتصاد العالمي للخطر. ما هو جوابكم؟ نحن لا نعرض للخطر طاقة العالم أو سوق الطاقة، نحن نوفر الاستقرار والثبات لسوق الطاقة في العالم. كل شيء له ثمن وله سعر، وأمن الطاقة له سعر أيضاً.